مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير وجبة بالباذنجان كتير كتير طيبة وغريبة. أول شي عنا باذنجانتين لحمة مفرومة، كعك ناعم بهيدا الشكل. فيكن تستبدلوا الكعك بخبز. زيت نباتي عنا نص ملعقة صغيرة بابريكا، ربع ملعقة صغيرة نعناع يابسة، وكمان ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. وإذا حبيتوا بتضيفوا حر ما في أي مشكلة. كمان عنا بيضة، حبتين ثوم، بصلي حجم وسط. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شي بدنا نقطع الباذنجانات، نحط هولي على جنب. قطع الباذنجاني بهيدا الشكل، حطهم على الصينية. كمان لقطع الباذنجان الباقي برجع بكفي انا وياكم. بعد ما قطعت الباذنجان التاني كمان بدنا نكفي مع بعض. هلا بدهنهم زيت نباتي. بعد ما دهنتهم زيت نباتي هلا شو بعمل؟ بصفهم، رح رش عليهم رشة ملح خفيفة. هلا بحطهم بالفرن. بعد ما حطيت الباذنجان بالفرن بحط فوق اللحمة الفلفل الأسود، البابريكا، النعناع، كمان رشة ملح خفيفة، الكعك، وبنعم فوقهم الثوم والبصل. كمان البصل بدي نعمها. نعمنا البصل بهيدا الشكل. بعد ما نعمنا البصل هلا بحط فوقه البيضة، وبخلطها منيح. بسم الله. بعد ما خلطت اللحمة هلا بدي شكلها أصابع صغيرة. بسم الله. بدي اعملهم اصابع لنحشي فيهم الباذنجانات بهيدا الشكل. نفس الشي بعملها اصابع صغيرة. شايفين كيف طريقتهم؟ كتير كتير غريبة بس طيبة، بنصحكم تجربوها صراحة. بعد ما شكلت الكفتة بهيدا الشكل والباذنجان طلع من الفرن، هلا بدنا نعملهم انا وياكم نحشيهم. بلفهم بهيدي الطريقة وبحطهم بالصينية، بحطهم بهيدا الشكل. كمان نفس الشي باذنجان، لحمة بهيدي الطريقة.
وبحطها بالصينية. راح كفي الباقيين وبرجع بكفي انا وياكم. بعد ما لفت الباذنجانات بهيدا الشكل، هلا عنا هون ثلاث حبات بندوره حجم وسط قطعتهم بهيدا الشكل، حبتين بطاطا حجم صغير وحبه فليفلي حجم كبير. بدنا نحطهم فوق الباذنجانات. بسم الله. اول شيء بحط البندوره بهيدا الشكل على الداير. فيكم تستبدلوا اذا بتحبوا الفليفله الحلوه بالحار، يلي بحب الحار في يستبدل الفليفله. بحط البطاطا. وبحط الفلايفلي. هول بعد ما حطيتهم بهيدا الشكل، هيدي شو رح اعمل؟ رح اعملها بصحن صغير عجنب. بحط بالفنجان صلصة بندورة، ملعقة، حطيت ملعقتين صغار صلصة بندورة، كمان رشة ملح صغيرة ومي. حركن منيح بس دابت الصلصة. هلا بحطهم فوق الباذنجانات. بسم الله. رح رش كمان فلفل اسود. هلا بحطهم بالفرن على درجة حرارة 250 من الاعلى والاسفل. هيدي الوجبة اللي عملتها انا وياكم اخذت بالفرن حوالي 40 دقيقة. هيدا الشكل النهائي. هيدا الشكل. بتمنى ان الوجبة اللي عملتها انا وياكم تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.